السلام عليكم، كما وعدتكم اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الدوره في حي الكنز. نتقدمكم هنايا ثانويه التهميز الزموري غير باش تعرفوا الموقع ديال هذا الحي. هذا ايوا نبداو على بركه الله. هاد الحي هذا راه لا حول ولا قوة الا بالله، مكرفص شي شوية، الأزقة ماشي هي هاديك. يلا جوج الشوارع اللي فيه مقادين. هاد الحي هذا كيبان في شكل، علاش؟ ما لحقاش ملاصق مع حي المنصور. سولت شي ناس تما شحال واحد كيقول لي مثلا، بان سولتو على بعض العمارات كنقول هاد العمارات هادو لاش تابعين، تيقولوا تابعين. شي كيقول تابعين الكنز وشي تيقول تابعين المنصور. المهم حي الكنز وحي المنصور ملاصقين. ملي كنسول على هاد حي المنصور كنقول لهم واش حي المنصور جوج او حي المنصور ثلاثة، تيقول لك ما نعرف، لان حي المنصور جوج راه كاين معروف هو داك التحتاني، ولكن ملي طلعت عاوتاني خرجت كاع بعدت على داك الحي مازال حي المنصور كاين. واحد حي المنصور واحد اخر، واش ثلاثة واش أربعة واش ربما هذاك اللي كاين الاولاني اللي جيت الجندار سميتو جنان المنصور واحد، وهذا الاخر هذا كيسميوه يمكن غير المنصور، المنصور جوج ماشي بلا ديك جنان. هذا هو اللي معرقل هذا القنت هذا، بعدا راه ماشي هو هذاك. والمشكل في هذا حي الكنز كاين واحد المسجد هنايا مسكين كاع، ما هو بيت الله ما دينهاش فيه، واش طريق وحده هي اللي كتدي لهذا المسجد؟ ما الجنبات ديالو ماشي هما هادوك. المهم خلاصة القول، هذا المسجد هذا راه حقرينو في الحقيقة، الطريق وحده اللي كتدي ليه وما مقدش. لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي كله راه قال لك المنصور، حي المنصور. اش من المنصور الله اعلم، واش ثلاثة واش ربعة واش شكون اللي عارف؟ ما نعرف. المهم هادشي اللي كيقولوا لينا هنايا فهاد اللي سولنا الناس. دابا الكنز هو هاد الطرف هذا اللي كيبان لكم هنايا، وهذا الصف ديال هاد العمارات. هانتوما كتشوفوا هاد الصف ديال العمارات هذا هو اللي تابع لحي الكنز. المسجد علاش هدرنا، دابا هنايا هاد الطرف كامل هذا كنز ديال الكنز. شوية ماشي هو هذاك، هاد الحي مكرفص في الحقيقة، مهمل. واش من طرف السكان ولا من طرف البلدية؟ الله أعلم. مهم انت شوف عندهم هاد الوسعة هادي، ولكن ما مستغلاش مزيان. ما كاين شيء،
نزلنا في حي الكنز. نمشي نصلي العصر، ولكن ما حيث ما نقلب على الطريق للمسجد، يلا لقيت طريق وحده هيا تبان لكم احكموا. اشوف هات هذاك الحي اللي كيبان لكم القدام، هذاك عاود مسمينه حي المنصور. هاد حي المنصور ما عرفت واش هو اللي بوحدو اللي كاين في هاد الجهه ديال ديال تمسنا، ولا ما عرفتش هاد الشيء هذا. المهم الناس ديال تمسنا اللي عارفين هاد الحي هذا، راه كيتوجد حدا نظر هذيك ثانويه جوريو. الا كان شي واحد فيكم يقدر يقول لنا فين كاين هاد الشيء هذا. هادو مسمينهم ديور العسكر، ديور العسكر. وإن غادرت من أمرك تغير من أمرك.